بالنسبة للوضع المائي للعراق وبالذات الخزين المائي، فحقيقة هو وضع حرج حرج جدا، باعتبار أنه مستوى الخزين المائي اليوم اللي عندنا في سدودنا وخزاناتنا منخفض. طبعا عدة أسباب، طبعا جميع يعلم أنه أو تتابع المواسم الشحيحة اللي وردت على العراق، هذا الموسم الرابع اللي يكون شحيح، قلة الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات خصوصا من الجانب التركي، إضافة إلى يعني انحباس الأمطار والتغيرات المناخية اللي كان أيضا لها دور بهذا الموضوع. أكيد هي كلها عوامل أدت إلى انخفاض الإيرادات المائية، وبالنتيجة احنا كنا نضطر على إطلاق كميات من الخزين المائي من سدودنا وخزاناتنا لتلبية كل المتطلبات، وبالنتيجة حصل انخفاض كبير منسوب الخزين. هذه السنة المائية حقيقة الحرجة كان هي أسوأ سنة ممكن مرت على العراق منذ عام 33 لحد يعني من ثلاثينيات القرن الماضي لحد الآن، أعتقد هي أسوأ سنة. يعني تحديدا هذه الفترة حددناها هي التاريخ اللي بدأ تسجيل معلومات الهيدرولوجية بالنسبة للمياه، فهي تعتبر أسوأ سنة حقيقة لأن مستوى الخزين متدنج. أعلى خزين مائي موجود حاليا عندنا بأي سد؟ يعني هي حقيقة الخزين متفاوت، يعني حضرتك ما تقدرين تقولين أعلى خزين وأوطأ خزين، لأن السدود ساعاتها الخزينية التصميمية متغيرة مختلفة، لذلك ما نقدر إحنا نقول يعني أعلى خزين وأوطأ خزين. بس بشكل عام يعني مجموع الخزين المائي عندنا يتراوح بين 7 إلى 7.5 مليار متر مكعب، بينما الخزين المائي اللي كان موجود في نهاية عام 2019-2020 يتراوح من 60 إلى 55 مليار. شوف الفرق، يعني شوف الفرق الشاسع في مستوى الخزين المائي.